اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي بعد اجازه العيد الاضحى. كل عام وحضراتكم بخير. اكيد قضينا اجازه لطيفه وجميله الحمد لله رب العالمين، ولكن لنا هدنه شويه مع المطبخ. المطبخ محتاجين نقف وقفه صدق مع بعض كده، وقبل ما ننزل نشتري المشتريات بتاعتنا نعمل عمليه تشيك على التلاجة، نشوف التلاجة فيها ايه، ديب فريزر، بواقي لحمة، الحاجات اللي موجودة في التلاجة، درج الخضار، الادراج بتاعة المطبخ وهكذا، قبل ما ننزل نشتري الحاجة ونبقى في عملية تبذير عندنا. أنا النهاردة حبيت يكون مع بداية الأسبوع إن شاء الله يكون معانا الأكل بتاعنا لطيف وبسيط. هنعمل الكوسة النهاردة بطريقة جديدة. كوسة معروفة كوسة بالبشاميل اللي بتاخد لحمة مفرومة، أنا هعملها النهاردة بصدور الفراخ، نسبة الدهون فيها قليلة بالتأكيد. معانا الكوسة لطيفة وجميلة، وهنعمل بشاميل بحليب الدسامة بتاعته قليلة. هنعمل النهاردة طبق شوربة جامد جدا، شوربة المشروم بالكرفس. كلنا عارفين ان الكرفس ملك الشوربه، الكرفس بيمتص الدهون اللي موجوده في الجسم، الكرفس بيعالج مشاكل الكوليسترول، فمعانا المشروم كمان بروتين نباتي لطيف وجميل وامن، هنعملها شوربه النهارده بطريقه صحيه ونشوف هنعملها ازاي. معانا بيتزا النهارده بهديها للاطفال الحلوين اللي سمعوا كلام بابي وماما وقعدوا في البيت وقضينا عيد حلو مع بعض، هنعمل لكم بيتزا بالخضار بالزيتون، هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولكن مش في الفرن، في الطاسه، هخليكي تعمليها على عين البوتاجاز وتبقى مستوية من ناحيتين وزي الفل. طبعا السلطة بتاعت النهاردة سلطة مميزة جدا، سلطة التشكيلة من الخضار بالتفاح الأخضر مع خل التفاح. كلنا عارفين خل التفاح كمان بيقلل الدهون ويمتص الدهون وبيقلل الوزن، واللطيف جدا كمان بيعمل بيلعب دور كبير جدا في عملية الهيلسي بتاع الأكل بتاعنا وبيساعد على التخسيس. تفاصيل كتيرة في الحلقة، مش عايز طبعا نتكلم ونضيع وقت في الموضوع، خلينا نخش على العمل بتاعنا ونشوف ازاي نعمل أكل بسيط وسهل ولكن قيمته الغذائية عالية جدا وهيلسي. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطة لطيف وجميل. السلطة دي بتتكلم هيلسي، بتقول أنا خيار وجرجير وطماطم وبصل وخس، كل ده مع بعضه مع خل التفاح والتفاح الأخضر، والمقادير على الشاشة بسيطة وسهلة، ومعانا طبق حلو زي ده كده. حلو قوي. تعالوا نعملها مع بعض بسرعة. ومقادير السلطة على الشاشة. تاني هقولها، جرجير، كل الخضروات اللي موجودة، خس، خيار، طماطم، بصل الأحمر بتاعنا الحلو ده كده، خل التفاح والتفاح مع بعضه كده اهو. اللهم صل على النبي. حلو قوي. الكنوة طبعا كلنا عارفينها، يمكن سعرها غالي شوية، ممكن نحط معلقتين من الكنوة. بنجيب الكنوة بنحطها في مية مغلية زي البرغل كده، ونصفيها من المية المغلية أو نسيبهم حسب الكمية يعني لغاية لما تنفش معانا وتبقى مستوية شكلها حلو، بنحطها على وش طبق السلطة بتبقى لطيفة. ما عندكيش كنوة حط شوفان، حبوب الشوفان بتبقى برضو لطيفة. دي الخضرة بتاعتنا، ودي الجرجير بتاعنا، خير أرضنا، جرجير، بصل أخضر، خس، الحاجات الحلوة دي استفيدي بيها. والجرجير مش مخرم، أنا بكره الجرجير المخرم اللي في قلب السلطة، يعني لما أكون معزوم وأشوف جرجير بقفل، نفسي بتقفل على طول. واخد الخيار ده كده مع الطماطم ده كده أقلبه، والجرجير ده كده أقلبه، والبصل ده أقلبه معاها كده. شفتي وقفتي في المطبخ وتنظيمي للوقت؟ البيتزا على النار تستوي، الكوسة طلعت من الفرن، الشوربة غرفتها وجاهزة، والأستاذة ريحان بتقولي 3 دقايق على الختام، يعني يبقى أنت وقتك هنا أنت اللي إيه متحكمة في الوقت بتاعك. طبعا أنت معكيش بقى لا المخرج ولا البروديوسر ولا حد يزعجك يقول لك مثلا إيه يا شيف وقتك خلص، وأنا الموضوع ده بصراحة ببقى عايز طول النهار أطبخ على الشاشة ومعاكم، ما وريش حاجة غير كده، بس تستمتعوا بالإيه بالحاجات اللي أنا بعملها، ولكن أنت المطبخ أنت مملكته، تعملي اللي أنت حباه كله. شيل ده كله مع بعضه. اللهم صل على النبي. زي الفل. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ نعمين. عينيا يا فندم. شايفين اهي البيتزا اهيت زي الفل. شايفين الجو ده كده؟ نعلي النار سنه. بيتزاية لطيفه وجميله. هغرفها لك دلوقتي وتشوف.
زي الفل ونغطيها تاني. معانا التفاح الاخضر ومعانا خل التفاح. بيقولوا لي فين التفاح؟ حلو قوي. التفاح مش هيتحط كده، التفاح هيتحط بالطريقه اللي انا حاببها. معانا بوله صغيره كده فيها شويه زيت زيتون، فيها شويه ملح صغيرين، سنه بابريكا، شويه فلفل اسود، كل دول يا شيف كل دول، فينا عصره ليمون اهو، حلو قوي، معلقه كاتشب صغيره عشان نكسر المزازه بتاعت خل التفاح، حلو قوي دول كفايه، وننزل بخل التفاح ونقلب دول مع بعض. ومعانا التفاح هيتقطع في قلب الايه الصلصه دي اهو 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 الصلصه هنا. جوزك ولادك ضيوفك اتصلوا وجايين في الطريق، بتنزلي بالتتبيله بتاعه السلطه دي مباشره قبل ما بنقعد على السفره علشان الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده يا عم الشيف اول ما بيشم ريحه التفاح او خل التفاح بيهبط على طول. اهو زي الفل. معانا خل معانا التفاح بتاعنا اهو بالشكل ده كده. ده لما بيشرب بقى من الصلصه دي بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. ايديا كده زي الفل. عايزه تكتري زي ما انت حابه، انا ممكن اقطع نص تفاحيه او اقطع تفاحيه كامله زي ما احنا حابين. على وش الصلصه دي كده ودي كمان. عرفنا ازاي عملنا سلطه الخضار بالتفاح وخل التفاح. ده بينزل الكوليسترول، مفيد جدا، كلنا عارفين فوائد التفاح وقيمته الغذائيه عاليه، وخاصه التفاح الاخضر مرغوب في السلطه طبعا. بناخد التفاح اللي قطعناه كله مع بعضه كده اهو الله وينزل على وش السلطه بتاعتي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اعمليها كده وجربيها وقولي رايك فيها، بس بنفس الطريقه اللي انا اشتغلت بيها. التفاح لازم ينزل في الصلصه دي كده ويتساب وقت التقديم مباشرة كده. الصلصة بتاع السلطة بتاعتي جاهزة. مطبخنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، في أفكار حلوة، خارجين من أجازة العيد، كل عام وحضراتكم بخير ويعود علينا الأيام الحلوة بخير إن شاء الله على كل أفراد الأسرة وكل العائلة. قدرنا إن إحنا برضو نطلع بنعمل حاجة جديدة ونريح مطبخنا شوية من المحمر والمشمر والفتة والطواجن اللي شفناها في العيد، ونعمل أكل لطيف قيمته الغذائية عالية جداً بتناسب أفراد الأسرة، الصغير والكبير والكبير والصغير. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.